أعزائي عزيزاتي مناضلين ومناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، بينما كنتم وحيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدكم الله بنصره وأيدكم الله بعونه وأيدكم الله بحفظه ورعايته. إيش حالكم راجع عند الجليل؟ الله يحسن حالكم ويحقق ملككم فاستغلالكم، يجمع شملكم فاستغلالكم، ويحفظ مالكم ويحفظ عيالكم، ينصر رجالكم ويحقق مالكم ويعمل النصر مآلكم. لا هي بعد يظهر لنا الشيء، احنا بعد هاول ما عارفين شيء نعرفه عن بعد اللي دافع اللي قابض الجهاد في بلد رسول الله الا الشيعة، وشوي من السنة ماني عارف كم. ها بعد اللي قابض الجهاد ومحامي القدس وحامي أرض المعراج الإسراء والمعراج إلا الشيعة، وذي اللي يعاون فلسطين إلا الشيعة، وذي اللي يعاون المقاومة إلا الشيعة، وذي اللي ما خلى سوريا تنتصف من بلدها إلا الشيعة، وذي اللي ما خلى لبنان يحتل إلا الشيعة، وذي اللي ما خلى فلسطين تبتلع إلا الشيعة، وذي اللي ما خلى القدس يبتلع إلا الشيعة. هذا بعد الزر من السنة، هذا بعد الجارب من السنة قطع عنه وقامت به الشيعة، جانب الجهاد وجانب حماية القدس وحماية مقدسات الإسلام، هذا شاهد به التاريخ. واللي نعرفه نحن على أن البوليزاريو كان شفنا البوليزاريو نفسه تامر الناس، تفرض على الناس عنها ما تصلي ما هو ركعتين، واللي قدت قاعد لا تخليهم عنها رمضان ما يقط جابتو كزانة، وبالتالي البوليزاريو ما يقد منظمة الدول الإسلامية ولا العالم العربي يعود يؤيد لها، لأن أصلا ولدت خارج عن الملة. هذا من جانب. من جانب ثاني باش تعرفوا مكر تخندقات البوليزاريو اللي دورة تخندق أمال اليوم ورا هذا، على أنها هي تقرر في العالم عنها حركة إسلامية ولا دولة إسلامية ولا عن الشعوب العربية تقوم معها. البوليزاريو قايمة ضد من؟ البوليزاريو راهي ضد دولة من العالم هذا العربي والعالم الإسلامي. البوليزاريو فعلها ما خلى المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي يعود معها، لأنها هي أولاً لا هي متمسكة بقواعد الشريعة الإسلامية، ولا هي مولي ضد العدو للأمة الإسلامية ولا الدول العربية، بل هي بالعكس هي ضد دولة إسلامية عربية أو ضد دول عدة دول إسلامية عربية. تالي منظمة الدول الإسلامية ما تقدر تعود ضد راسها. هذا من جانب. جانب الثاني طرنشي الثاني اللي هي ننطروا للبوليزاريو. البوليزاريو عندها مدارس تسميها الاسماء من الشهداء، ومنين يجي منظمات تقبض تسميها على انصارة من ذوك الدول. نعطيكم المثال، اولف بالم هذه راهي لك كل نهار قال ايرون بايت، نهار لابس ايرون باي زرقاء، ونهار لابس ايرون باي، نهار مكتوب لها اسم اولف بالم، ونهار مكتوب عليها اسم واحد ثاني. اولا البوليزاريو اصلا هي حسب اللي نعرفه فيها على انها اصلا ما هي اسلاميه، يعني حركه ماركسيه شيوعيه ميولها الشيوعي. ونحن كبرنا في جبهه البوليزاريو وكنا نسمع رمضان ديك الساعة الله في البي بي سي، والبوليزاريو انطلاقتها يعني معتمدة على مبادئ ماركسية لينينية، العنف الثوري والتضحية والالتزام والسرية والثقة بالنفس وبالشعب، حتى ما قال الثقة بالله، ولا اعتمدوا على الجهاد في سبيل الله، بل اعتمدوا على كلمة المبادئ الماركسية وعلى المبادئ الماركسية اللي عندهم. وبالتالي هما أصلا حركة شيوعية. إذن اليوم هذا التخندق اللي دور يتخندقوا وراء الدول الإسلامية، أظن على أنه ما 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 ما
مرحبا وسهلا، تحياتي لك وتشكراتي. شفت الشعب المغربي شعب مسلم، شعب يشهد له العالم بأسره بإسلامه وبدينه، ونشهد له نحن اللي خضنا جميع المساجد الموجودة في أوروبا، أئمتها مقاربة وتشرف عليها المقاربة، والمسألة الثانية تمشي من طنجة من طنجة إلى القويرة، وأنت ما لك لا توقف عند قهوة ما تلاقي فيها مسجد، والله فيها مسجد وفيها بدل أوضو وفيها كرسي، وشفناهم راعيهم دايرينها هون في أندلسية، فسابق توصل البايلن بيبلو دسترة من خاين، دايرين قهوة كبيرة ودايرين فيها الإمام، دايرين فيها الأذان، قايمين فيها الصلاة، وقد دايما يجوهم باتوا عندها. هذا النوع من الأصوف وصف الصهاينة وكذا. الصهيوني لا حد يجي لبنيدة فيها مسجد ويقلعوا ويدير في بلو بل منين تدرب الفرقة، وهذا ما قطع دلته ما هو البوليزاريو في تاريخ الأمة الإسلامية. واللي صهيوني ولا هو شي الا حد يقلع من الصلاه ركعتين بغير ذنب، واللي ما هو شي واللي بلا دين الا حد يحرم على الناس رمضان في زمن رمضان، واللي ما هو شي الا حد يدخل في العصمه اديان الناس ويقطعوا العلايات، واللي ما هو شي الا حد كان باني مستشفى تلك هذا اللي ما يحلال يربيها فيه، واللي ما هو شي الا حد قيادته صنف شغلتها لا الزنا لا الزنا، واللي مرة اللي شافه عاجبتهم اذا عادت متخيمة يحبسوا راجلها، واذا عادت ما هي متخيمة يقيموا بها ما يسولوها لها. هذه هي الصفات اللي عرفنا في اللي قالوا البوليزاريو. واللي ما هوشي الا حد قيادته 95% من قيادة البوليزاريو شي من السكايرية، 95% من قيادة البوليزاريو شي من السكايرية، وانا عندي عليها الدليل والحج، عندي لها الادلة القاطعة مولي. هذه هي ضريك. اما هذه ضريكة يا حديث يقول لك كذا عن خالص على المقاربة، على المقاربة عدلوا علاقاتهم مع إسرائيل. تركيا هي أم العالم الإسلامي، فيها سفارة لإسرائيل. المغرب عدل علاقاته مع إسرائيل حفاظا على مصالحه، ومنين تلتحق مصالح الدولة ندير تحالف مع الشيطان مع الشيطان. وشفتوا البوليزاريو هذا مشروع، هذا اللي مشروع المحلبة اللي قبل تتندوف اللي يقولوا له هم البوليزاريو، لو كان يجبر علاقات والله لو كان يجبر تحالف مع الشيطان يعدلها، يقير ما هو جابرها الا ما الا مسيكين ما هو جابرها وتوف وعادت عنده مسائل كاملة يأيب بيها. تحياتي لكم.